يسعد صباحكم عن جديد. قديش منفتخر بشبابنا يلي عم يحاولوا يوصلوا اسمهم واسم بلدهم بالنتيجة للعالمية. حبنا وشغفنا لشيء معين بخلينا نبذل كل جهدنا وطاقتنا لنوصل للمكان يلي منطمح له. وأكيد بالحياة ما في شيء بيجي بالساهل، وكل نجاح منوصل له بيكون في وراء إرادة وجهد ومثابرة وتعب، وممكن لحظات فشل وإحباط بكتير من الأوقات. تماماً يا ورد، بس يعني الشخص يلي عنده إرادة بيضل مصر لحتى يحقق كل أهدافه. كيف إذا كان هذا الشخص بعده بعمر صغير وقدر يحصل على شهادات كتير بمجال التدريب والتغذية والرياضة بشكل عام، ومؤخراً دخل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية؟ الكوتش محمد محلول صار معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك والحمد لله على السلامة. أنت من الذي الله يسلمكم، وشكرا كثير لاستضافتكم الحلوه، وشكرا قناه سما وبرنامج صباح الخير على دعمهم الدائم للرياضه والرياضيين في سوريا. اهلا وسهلا يا بطل. شكرا. ومبروك الانجاز، دخلت كتاب جينيس باكثر عدات سكوات ممكنه بدقيقه واحده ب 60 ثانيه. كم عده عديت؟ 66 عده. 66 عده. اشرح لنا اكثر شو شروط المنافسه كانت، مين كان محطم الرقم قبلك وانت مين غلبت؟ هلا التمرين هو سكوات مع 60 باوند. الرقم العالمي للرياضي السابق علي منير، مصري الجنسيه. الحمد لله رب العالمين قدرت اكسره ب 66 عده بدقيقه واحده. واجهت كثير صعوبات خاصه بالتواصل مع الموسوعه، لاني صعوبته لجينيس انه اصعب من التمرين هو انك تواصل مع الموسوعه، توثق الموضوع، توثيق، لاني وقت بدك تقدم لازم اول شيء تقدم طلب لحتى يقبلوا انك انت تقدم الرقم. بعد ما يقبلوا بدك تصور، في حكام دوليه، وبعد هيك بدك تنطر وقت طويل لحتى يجي الموافقه. والحمد لله رب العالمين اجت موافقتي، بس كنا بظرف صعب. اجت موافقتي بعد الزلزال باسبوع. يعني وكنت انا بالشارع عم تساعدوا العالم وتغيثوا الناس. وبعث لي رفيقي قال لي انه مبروك ابو حميد انه اجتك الموافقه. يعني ما بعرف، بدي ابكي بدي افرح بنفس الوقت، شعور صعب كثير. يعني اذا واحد بيتعب وبيسعى وعنده اراده طبعا حيوصل. والحمد لله رب العالمين تعبت كثير لحتى وصلت لهي المرحله. اوكي، برافو عليك، يعني بقلب الزلزال قدرت تعمل هذا الإنجاز. يعني في كثير ناس وقفت حياتهم، وقف كل شيء بيعملوا. يعني بدي أسألك سؤال، يعني أنت هلأ بالنسبة لكثير شباب أنت دافع لألهم أو قدوة، يعني بعمر كثير صغير ما شاء الله حولك 21 سنة قدرت تحصل على كثير جوائز. من أي عمر هيك بلشت بالرياضة وبلشت تحس أنه أنت لا أنا بدي شيء أكبر، ما بس بدي روح على الجيم وألعب، بدي جوائز؟ هلا الصراحه انا بالبدايه الرياضه هي كانت حب كبير لي. هلا بالبدايه انا كان عندي وزن زائد كثير. بلشت بالرياضه اللي كان بهدف اني بس نزل وزن. تمام. قديش كان وزنك يعني؟ هلا كنت صف ثامن تقريبا، يعني كان طولي 170، يمكن وزني كان 90 او 95. تمام. انا مصر اعرف لحتى نعطي مثل ما قالت رغد دافع وحافزية لكل ناس عم تسمع قصتك. تمام. ابتديت أول شيء دخلت على نادي تشرين. هلأ أنا كمان حارس مرمى بنادي تشرين. برافو. ما شاء الله. وقت ابتديت كانت نيتي الوحيدة أنه نزل وزن، ولكن في شيء بداخلي كان يقول لي أنه أنت لازم تكون في تدخل بمنافسة لحتى توصل لهدف معين أو تكون بطل. والحمد لله رب العالمين دخلت أول شيء مع الفريق الناشئين، ابتديت وصرت ألعب معهم. بعدين دخلت كلية الرياضة، كلية الرياضة فتحت لي مجالات كثيرة. يعني أنت شئت تدرس الرياضة أكاديمياً. أكاديمياً. مو بس تماماً. ممارسة ومهنياً. تماماً. تماماً. لهيك كلية الرياضة فتحت لي كثير أبواب، ومنها أمور التغذية والتدريب. صرت أعمل شهادات تغذية وتدريب من الاتحاد الرياضي، وعملت شهادة تدليك كمان من جامعة تشرين، وحاصل على شهادة مدرب الدولي من الأكاديمية البريطانية. كمان ساعدتني كثير بهيك أمور. شفت هلا في شاب اسمه عبد الله سقاطي، عبد الله سقاطي هذا بطل موسوعة جينيس. هو أول من دخل موسوعة جينيس بسوريا. حلو. هو كان مدربي وساعدني كثير. حلو. ويعني مثل ما بيقولوا ألهمني. وأشوف شخص ناجح أنت طبيعي أنك أنت، وخاصة الشخص الناجح بيكون في بداخله في شيء
وفي احساس انه لازم ينجح تتحفز تماما. انا حلو فيك الوفاء للاشخاص اللي ساعدوك، انه في كثير ناس بيتنكروا للناس اللي وقفوا معهم بالبدايه. هذا فضله يعني كثير كبير علي. انسان وصلني لمرحله ما كنت بتوقع. جميل. بدي اتحدى نفسي. أوكي. حابب انه اوصل للعالميه. طيب والخطوه القادمه هلا وصلت لجينيس، ماذا بعد جينيس؟ شو عم يخطط محمد محلول؟ هلا الصراحه اول شغله امور التدريب والتغذيه. ادخل مجال التدريب والتغذيه لحتى كيف قصتي نفسي انا، انه كيف كنت وزني زائد، بدي نزل انه منشان ما حدا يمر بالمرحله اللي مريتها انا، بدي ساعدهم مثلا لحتى يوصلوا باقل فتره زمنيه، انه انا طولت يمكن 10 سنين لحتى وصلت لهون، بحاول انه مثلا اختصر الوقت والمسافه عليهم. تماما. ومن تجربتي وخبرتي انا فيد غيري. انطلق 100%. اوكي 100%. محمد، في كثير شباب عم يسمعونا بينطروا حدا يدعمهم يمكن او حدا يوقف جنبهم لحتى يحققوا انجاز، بيقول لك انا ما فيني اعمل لحالي، هذا الانجاز اكبر مني وكثير كبير. انت ما نطرت حدا، انت دعمت نفسك بنفسك حتى ماديا ومعنويا ونفسيا. تحكي لنا اكثر عن هذا الموضوع وعن الصعوبات يلي واجهتها، لانه يمكن الشيء اللي عملته كثير كبير فكان بده دعم من كل الاطراف. كيف خضت هي التجربه؟ هلا بالبدايه مثل ما قلت لك وقتها بلشت انه فكره انه ادخل موسوعه جينيس الهام من شخص هو اسمه عبد الله ساتي. بعد ما فكرت فيها قلت انه هي كثير صعبه، يعني اول شيء بدنيا نفسيا ماديا، حتى لاني بدك في حكام دوليه لازم يحضروا، عملتها بالمركز الثقافي باللاذقيه، في حكام دوليه راح يحضروا لحتى انه يوثقوا هذا الشيء، في فيديوهات وفي صور، يعني ما انا شغله ابدا لو جسديا صعبه لهيك، يعني هي فتره كثير صعبه الصراحه يعني. وانضغطت كثير، وخاصه وقت انه بين ما يوافقوا على الرقم، كان نفسيتي بهالثلاث اربع شهور لحتى وافقوا على الرقم يعني صفر. بتعرف انت تكون انت تعبان يعني سنين طويله لحتى انك انت اخر شيء تحصل على نتيجه معينه، انه ما يمشي حاله للرقم او بس يلا بينسى الواحد التعب لما توصل. الحمد لله رب العالمين. القصه لك الضحكه والابتسامه هي لحالها بالمكفى. طيب سؤال ختامي وسريع، ما بتوافقني الراي انه في ناس مسخره حياتها مشان تفوت بجينيس بالمقابل مجمده حياتها الثانيه؟ يعني انا بعرف عده الاشخاص انه 20 رقم جينيس 25 رقم جينيس على طول بتتعب لهالموضوع وبصير عندها هاجس وبتصف الشهادات تبع جينيس والميداليات والقصص. مالنا ضد، بس معي انه لا تعرضوا حالكم للخطر كرمال تفوتوا جينيس. هلا طبعا مثل ما قلت استاذ انه هلا الانسان عنده هدف، مثلا انا كان عندي هدف انه ادخل موسوعه جينيس، دخلت موسوعه جينيس ولكن ما شكل على حياتي خطر انه لا على جسديا ولا حتى هذا ولا حتى ماديا، يعني حاولت اني اكسب بدون اضرار تماما. عرفت علي؟ كيف كان تمريني؟ كان يعني هو تمرين السكوات، انا كان ما كنت حارس نادي بتشرين، اجري كانوا انه اقوي ساعدوني. يعني الصراحه يعني الحمد لله. وهيك بس انا كان قصدي انه مثلا دخل جينيس لانه اكل 15 كيلو فلفله حره، بنشوف هيك ارقام. دخل جينيس لانه وقف بالجليد بمكعب ثلجي لمده 7 ساعات متواصله كذا، ممكن تعرض جسدك للخطر أو ضغط على الأوتار والأعصاب والمفاصل لحتى يحطم الرقم القياسي. فوت جينيس دون أن تضر نفسك أو اللي حواليك. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لك استاذ، ومبروك لك مرة تانية، وبنتمنى إنجازاتك القادمة تكون أكاديمية ومهنية نرفع رأسنا فيها. شكرا كثير. عنجد شكرا كثير لك محمد. نحن فخورين فيك وأنت قدوة لهدول الشباب اللي عم يحضرونا اليوم، يعني الله يقويك وإن شاء الله بنشوفك كمان بإنجازات تانية. أهلا وسهلا. شكرا كثير. أهلا وسهلا فيك.